السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في قناتي مع وصفه من وصفات ديليز دو هاجر، اللي كنتمنى دائما يكون وصفاتي عند حسن ظنكم. اليوم غادي ندير معكم سيجار ديال الفرماج بالزعتر، كيجي صراحه لذيذ. فغنحتاجوا واحد النوعيه الفرماج، للاسف انا استهلكته باش نوريكم الباكي كامله وتشريو عليه، او لا ممكن تستعملوا اي فروماج اللي كيكون يعني قابض شي شويه في راسو، ماشي كيدوب بزاف وماشي قاصح بزاف. فكنقطعو على هذا الشكل هذا طولي، وغادي ناخذ الزعتر، وعندي ورقه ديال البسطيله بطبيعه الحال. بالنسبه للزعتر ضروري ما كنسخنوه شي شويه في المقله وتنقيو تنحيدو له دوك العويدات، وهنا ما حكيتوش بزاف لدرجه تولي عندي بودره، وانما غير شويه خليته تقريبا بين. فكناخذو وكناخذ هذوك القطع ديال الفرماج وكنفند يعني دوك قطع الفرماج في الزعتر كيف ما تشوفوا معايا دابا. ودابا غادي ندوزو للمرحلة ديال لفو دوك القطع د الفرماج في الورقة ديال البسطيلة. فكنوضع قطعة وصافي كنلفها في الورقة بطبيعة الحال كيف ما كتشوفو، ساهل ماهل. ودائما كناخدو شوية ديال الماء والطحين، يعني كنخلطو مع بعضياتهم كنحصلو على واحد الخليط كيكون شوية خفيف وماشي ثقيل، باش كنسدو به الورقه ديال البسطيله. اولا كنستعملو ابيض البيض، فلكم يعني الاختيار. انا كنحاول نثبتو الورقه نسدوها مزيان باش ما يخرج لينا الفرماج منين نبداو المرحله ديال القلي. بعد ما غنكمل الكميه اللي عندي غادي ندوزو المرحلة ديال القلي بطبيعه الحال. فكنقليوهم اولا كنديرهم في الفران، فكل واحد شنو كيفضل. وبطبيعه الحال من بعد ما تيتحمروا هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنزوقوهم بطبيعه الحال بشويه ديال قطعه الفرماج اللي شكلتهم بهذا الشكل هذا، وكندير فوق منه واحد شويه ديال الزعتر مادام هومايا الفرماج بالزعتر. وصراحه كيجيو لذاد وزوينين وخفاف كفكره لتغيير حشوه السيجار. وقبل ما نقول لكم مع الف سلامه، ضروري ما تنساوش عافاكم ديروا لايك وديروا بارتاج، وكنتمنى انهم يعجبوكم. وضروري ما نوريكم كيفاش كيجيو من الداخل. وبصحتكم وراحتكم ومع ألف سلامة، وإلى وصفة قادمة إن شاء الله.